لمن يتابعنا من خلال هذه المواجهة يونس علي، من قال بأنه حان موعد العودة، حان موعد المضي قدما في حصد النقاط، خلاص انتهى زمن العثرات والتعثرات بالنسبة طبعا للنادي العربي، وهكذا يرون ويريدون أن تعود الأمور وأن يقدم الأداء بعد أن اكتملت كل الصفوف بالنسبة للعربي، لا نقص على الإطلاق في صفوف العرباوية بكل الأسماء بكل النجوم بكل العودة، وبانتصار في الجولة الماضية أعتقد بأنه حان موعد تقديم أفضل وأجمل العروض. تنطلق إذن المواجهة مشاهدينا متابعينا، عند الكرة لا زالت المحاولة، يسقط رافينيا في أرضية الملعب، ومحمد الشريف يرى بأن الاستمرارية هي القرار السليم. يوسف المساكني، ماذا لديك يا يوسف؟ كرة إلى ماركو، فيراتي في الجهة اليمنى خطيرة الآن، والتسديد وين؟ وين 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 يا عبد الله؟ يا معرفي، واعتقد بأن فيراتي هو من كان عليه أن يسدد وليس عبد الله معرفي، كان المفروض هذه خلاص انت شوت، يعني ما كانت محتاجة انه عبد الله معرفي ان تمرر له الكرة، كان من المفترض انه ماركو فيراتي هو من يسدد الكرة، ثابت وواقف وما جاله اي خطر يذكر. هذا رافينيا، هل ياتي الان؟ هل ياتي الخطر الان؟ معرفي في الجهة اليمنى، الله على هذا مرور يا سوما، الله على خطأ معاك، لكن شوف العارضة، انا رحمته، شوف الكرة، شوف القوة التي كانت، لكن ما دخلت، ما تبي، عمر السومة وضعها بكل قوة، والكو اي معلش اي شوف الحماس، يلا 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 مور الكرة الخطيرة الآن، هل تكون في المرمى أم تكون في حائط البشري؟ الكرة من عمر، الله نعم تقول سجلني، ولكن ساحرهم ساحر شرق يوسف المساكري يسجل إذن أول أهداف النادي العربي بعد كرة ثابتة قوية. المساكري في موقف سليم، هذه الكرة سليم يا يوسف، سليم واحد لا شيء، نعم التحرك الذي كان بعد الكرة، وهنا يأتيك حسن التقدير والتدبير والتوقع والتحرك والتمركز والتموضع والولول، ولذلك نشاهد لدينا أول أهلة ماركو فيراتي بلمسة تعود إلى فتحي حولها إلى جاسم جابر بكرة عرضية على القائم الثاني، خطيرة، الله ياهي، كرة حلوة للغاية، ما يطلع بصعبة، موضوع صعب، الله على العرضية يا جاسم، حلوة عرضيتي جاسم جابر بالمقاس على أقدامه، مسألة الواحد صفر ممكن أن تعوض في أي لحظة، ولو كنت مش في يومك، ولو كنت لست في أفضل حالاتك. هذه الآن كرة عرضية تلعب بالرأس، الله هنا، هذا السحر اللي نقول عنه يا يوسف، وخامس أهدافه على مستوى بطولة الدوري، خامس الأهداف، إيش في الهدف؟ أعتقد كان شرعي، الهدف أعتقد كان سليم، لكن في شيء، في كلام، في شيء قبل رجعوا راح يرجع لي ايش معرفي متسلل، عبد الله معرفي كان متسللا، نعم راي متسلل على عبد الله معرفي، هدف اذن يلغى بداعي التسلل على عبد الله معرفي، قرار سليم بعد العوده للفار، بعد العودة للفار عبد الله معرفي كان متسللا، هذا الصورة وهذا يعني 0.55 معدل تهديفي ضعيف جدا
بالنسبة للمرخية، وهنا ثاني الأهداف ربما تأتي. يأتي 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 من يلغي لي هدفا أعيد الأمر، ولكن بالطريقة الأجمل. هذا شيف، هذا شيف طبخ. نعم يوسف المساقري، عندما يأتيك طبقا لا يلبي طموحاتك ومعاييرك، ولذلك تقول أعيدوني، ولكن يأتي بوصفة أجمل، يأتي بشكل أجمل، ويأتيك بطبق أجمل وأروع. هنا 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 بدأ السحر، بدأ السحر، بدأ السحر. راح مر مر. ليش في حجالة؟ بالله عليكم، ألم يكن ساحرا في الكرة الماضية؟ يبتعدون عنه، يروحون عنه، يشردون منه داخل منطقة الجزاء. وين راح هذا؟ وين راح؟ بالله عليك، بالله عليك، كلموني، عبروني، يقولوا لي. يبي ثالث، هو فايز نعم، لكن يبي يأكد انه احنا بحالة جيدة، احنا قادرين انه نسجل. هذه كرة هلال الى ماركو فيراتي. نعم 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 نعم، نحن بحالة جيدة يا رافينيا. ثالث اهداف العربوية في مرمى المرخية بعد مجيد مقرة، ولكن هو من بدأ الكرة. رافينيا وصلت من هلال إلى ماركو، وماركو على رأس رافينيا، وراس تبان، وراس تبان بهذا اللون على إشارة، يسجل لدينا ثالث الأهداف بالنسبة للنادي العربي، ثلاثة للعربي، لا شيء المرخية. زرع، واللي خذ خذ، واللي شال شال، واللي راح راح، والرابع جاي لعمر سوما، يسجل رابع الأهداف. نعم لا بد أن يسجل، لن تمضي هذه الليلة إلا بعمر. رباعية عرباوية، سليم أراه كذلك، تمريرة التعبوني، وهبا من العقيد ما بين أقدام لؤي شريف، معلنا عن رابع الأهداف. عمر يسجل، عمر يضعها في المرمى، عمر معلنا رابع أهداف العرباوية. أربعة لا شيء، انقل الكرة في الجهة اليمنى لكنها مقطوعة. نور رحمن، ضلال، صافرة نهاية أحداث هذه المواجهة. مبروك، ألف ألف مبروك لفرقة الأحلام، حظ أوفر للمرخية. وهكذا كانت هذه المواجهة برباعية نظيفة للنادي العربي.